Il est Khaled Yassine. أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا إلى مدينة إشبيلية إلى بلاد الأندلس، وبالضبط ملعب بينيتو فيا مارين، الملعب الذي يحتضن مواجهة بيتيس أمام في الست مباريات الأخيرة، ثلاث تعادلات وثلاث هزائم، وضعية بيتيس عن طريق خواكيم 39 سنة، وكذلك سيدني في التغطية. كرة صعبة لصالح كارلس على الجهة اليسرى، خطيرة لبيتيس، برينو ترجع مرة ثانية، التسديدة بعيدة، بيتيس هاي صعبة تلعب على الجهة اليمنى، البحث عن قلب الهجوم، مرون والدفاع لعب على الجهة اليمنى باتجاه خواكيم، كرة في العمق، الكرة تمشي كما ينبغي، وليفانتي وغرناطة وغيرها من النوادي. ميليتاو لوكاس فاسكيز على الجهة اليمنى لتوني كروس، بيد جابر ذلك لوكاس فاسكيز، لوكا مودريتش والتوزيعة، كرة مرت والدفاع يتدخل ناحية كاسيميرو، الكرة البعيدة هيلا ولا رائع الكرة هذه، والتمريرة سقط بنزيما، كانت تمريرة في منتهى الروعة، حتى بنزيما لم يكن يتوقعها، خرج بسرعة من وضع التسلل، توصل لفينيسيوس، غطى كورتو من أمام إيمرسون، فينيسيوس وإيمرسون عن طريق سيدني، تسترجع بنزيما مرة ثانية، كرة بعيدة على لوكاس، لوكاس فاسكيز القائم الثاني، مارسيلو على الطائر مثل ما جاءت في طائرة راحت في طائرة أخرى يعني. راموس مارسيلو والتوزيعة من القائمة الثانية للوكاس فاسروس في وسط الميدان، هيدا بعيد الكرة للوكاس فاسكيز، من هنالك تمريرات رائعة، وضع التسلل رائعة، تمريرات توني كروس بالعرض وبالطول، بالعرض فنان لوكاس فاسكيز، ولكن بعيدة الكرة، كازيميرو في الوسط هاي ضيعها كازيميرو، والانطلاقة بدو المكسيكي في بيتيس وكوادرادو الكولومبي، هاي كرة صعبة للريال وإيمرسون ياي فينيسيوس التصديدة، مرة سلامات رائع الكرة من هنالك لوكا مودريتش اتجاه لوكاس فاسكيز لفينيسيوس جونيور في الخارج أرضهم هذا الموسم عناصر ريال مدريد. برشلونة في وسط الميدان، الكرة نية تلعب لنبيل فقير من هنالك على الجهة اليسرى، خواكيم مع بارترا مرة ثانية، كورتو ضايعة، التغطية من رافائيل، يفضل يرمي كرة بعيدة لفينيسيوس جونيور، الكرة ثم غواردادو، مارسيلو يسترجع الكرة مع توني كروس، حكم خلى اللعب، توني كروس، كازيميرو، مارسيلو، بنزيما لم تصل الكرة، والحكم يوقف اللعب بعد ما صارت الكرة عند عناصر بيتيس، وهو ما زال لاعب عمره 39 سنة، نعم 39 سنة، النيران في بيتك، وتدرك بأنه معركة القتال بين قوسين ستكون في منطقة الخصم، وبالتالي إذا ما ربحت يدخل مورينو، حاول يمر مورينو، الكرة في الركنية، ركنية للريال، عرضية الكرة بعيدة تماما، جونيور على الجهة اليمنى، بارترا معاه، حاول يمر من أمام مارسيلو، كرة في العمق، ضاعت الكرة وراموس فقير يراوغ، كازيميرو يرتكب خطأ هنا من أمام نبيل فقير، تم بطاقات صفراء عنده كازيميرو في الدوري هذا خواكيم يرفع كره في القائمه الثانيه بالراس، اوبا با 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 صعد، اول فرصه في المباراه من مارك بارترا فاتت وضاعت وراحت خارجه، لم يكن يتوقعها وينتظرها انها كريم على الجهه اليسرى، مارسيلو بعيد عليه، راح التماس الاخر، خواكيم ايمرسون يلحق، خواكيم وايمرسون، خواكيم ايمرسون، مورون ايمرسون مره ثانيه، فوق بروعه لوكاس، عنيد لوكاس فاسكيز، عنيد ودوره الدفاع، لوكا مودريتش متسلل فينيسيوس في الكره هذه، الحكم المساعد رفع الرايه من هنالك، تعب الكره يصير عناصر بيتيس، نبيبا با 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 با
نبيل فكير على الطائر والرائع وتيبو كورتوا يخرجها ركلية ثانية لبيتيس وأكدها الآن تلعب الكرة نبيل وعالية تمام. طبعا يا نبيل فقير الدوري الاسباني ليس طبيعي انه موسمه الاول يكون هكذا. فينيسيو جونيور من عند مارسيلو راح تدافعين خارجين متقدمين شويه. كازيميرو حاول يمر كازيميرو مازال رجع مارسيلو على الجهه اليسرى يرفع كوره خطيره راموس. شوف من اين جاء وفي اي ظروف وفي اي فرصه يعني مش هجمه مهمه. دخل خواكيم دخل الكاهلي سدد رائعه التسديد وراموس ضيعتها وراموس ضيعتها وما دخل الحق با 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 جول. يا سلام عليك يا ايمرسون في منتهى الروعه جول ولا في الاحلام سجل هذا الجول. با 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 يا سلام سيدني جاء من سيدني واطلق صاروخ من سيدني الى اشبيليا مفتتحا مجال التسجيل. جول يا سيدني واي سكاس هيل الكره لوكا مودريتش والكره لمارسيلو. مارسيلو باليمنى وباليسرى ضيعتها يا مارسيلو تروح موت جواردادو جواردادو خطيرة فاسكاس والحكم يقول ضربة جزاء. الحكم يقول ضربة جزاء للريال في الوقت بدل الضائع من عمري الشوط الأول. حسرة بيتيس أوروبلاس لم يأخذ مسافة طويلة. بنزيما جول بنزيما يعدل النتيجة للريال ويسجل هدف الراس الرابع عشر في الدقيقة 47 من ضرب الجزاء صفرها حكم المباراة لصالح مارسيلو. 1-1 في النتيجة بين بيتيس والريال وكأن أمرا لم يكن. حكم المباراة بعدها على طول يصفر نهاية بالإضافة إلى بنزيما وفينيسيو جونيور ولوكاس فاس من أفضل لاعبي الريال هذا الموسم كمودريتش. لوكا مودريتش بنزيما في وضعية تسلل نعم الحكم المساعد يرفع الراية وضعية تسلل واضحة جدا بالنسبة سون إيمرسون وتيبوكو المدافع سيدني ينطلق سيدني حاول يمر يصطدم ببرازيلي آخر. فريق بيتيس أفضل من الريال في بداية هذا الشوط. تغطية دفاعية من ميليتا تروح لكاناليس أمام زوج لاعبين كاناليس يستفيد من يلعب مع خواكين تلعب لنبيل الثانية. كاناليس 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 يرفع الكرة بالقائمة الثانية بالراس يسرى في اتجاه لوكاس فاسكيز. لا 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 قوة التدخل. خواكين 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 با 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 يا خواكين راوغ الحارس واخطأ اتجاه اخطأ الاتجاه خواكين في لعبة سريعة جدا قادها نبيل فقير. لحظات هنا البطاقة الصفراء نالها مارسيلو على هذا طبعا يسمع المساعدين تاعو ممكن ينبهوه لشيء ما. معنا خطأ خطأ واضح من لوكاس فاسكيز ويستحق عليه حتى البطاقة الصفراء لأنه لم يرتقي. هاي اللعبة هنا من خواكين ولوكا مودريتش يخرج هذه الكرة الصعبة لبيتيس. أربع فرص سانحة للتهديف لبيتيس إشبيليا في هذه تمريرة رائعة كانت من نبي الفقير هنا صح. وما زال الخطورة من دي بي ومن والقائم وبنزيما ولا أخطر وأجمل فرصة لنا لاس والتصديد. فينيسيوس راح فينيسيوس راح فينيسيوس راح فينيسيوس راح فينيسيوس يأتي من ناحية المدافع إيمرسون بعيد بعيد الكرة وانطلاقة كرة خطيرة كرة خطيرة وجول كرة خطيرة وجول. كريستيان تيو يقتل الريال في الدقيقة 82 من عمر المباراة. تخطئ تدفع تدفع الثمن الثمن غالي هدف ثاني. Delving back into the history of Manchester City. They had a golden period, late 60s, early 70s, where they were winning trophies domestically and in Europe.